أعلنت وزارة الداخلية التونسية إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم القاعدة ضمن عملية أمنية كبرى شنتها الأجهزة الأمنية التونسية، وتمكنت من خلالها من توقيف عدد من المطلوبين. الوزارة أكدت في بيان لها أن الموقوف مصنف من أخطر العناصر الإرهابية المطلوبة على ذمة هجمات ضد عسكريين ومدنيين تونسيين. تتدارك جزءا من أمنها الداخلي القوات الأمنية التونسية تضع اليد على خلية من 5 عناصر، بينهم عنصر مصنف خطر جدا، وصدرت بحقهم مذكرات توقيف عديدة. بيان الداخلية التونسية يؤكد أن الموقوف واحد من عناصر تنظيم القاعدة، شارك في عمليات للتنظيم خارج تونس، ويرتبط اسمه بكتيبة عقبة بن نافع الفرع المحلي للتنظيم المتحصن في الجبال التونسية. تؤكد الوزارة أن العنصر غير المكشوف عن اسمه ثبت إشرافه على تقديم الدعم المادي واللوجستي المتأتي من الخارج لكتيبة عقبة بن نافع. تمكنت القوات التونسية من خلال هذه العملية من حجز سلاح حربي من نوع كلاشينكوف وذخيرة حية، وتم الكشف وتفكيك خلية دعم مادي ولوجستي. تحريات الأمن التونسي ما تزال متواصلة على صعيد وحدة البحث في جرائم الإرهاب عن ارتباطات الخلية في الداخل التونسي، وقد تبين تخطيطها لتنفيذ عمليات إرهابية داخل تونس. تعد نوعية عملية الأمن التونسي، فالمقبوض عليه قاد عمليات عدة هزت الأمن التونسي، ومعه صورة السياحة التي يحتاج إليها إطارها الاقتصادي. التيقظ الأمني في تونس ضروري لها، وقد تدغها الإرهاب على حدودها أكثر من مرة، وهي المداخمة لبلد منفلت الأمن فيه والسلاح منذ عقد زمني. ينضم إلينا من تونس جهاد الحاج سالم، الباحث في علم الاجتماع والحركات الجهادية. أهلا بك. ما الذي يعني نعرفه عن هذه الخلية؟ القول بأنها عملية أمنية كبيرة، ويبدو أنه كان هناك استعداد وتحضير لها. الحقيقة ما زلنا لا نعرف الكثير من المعلومات حول هذه القضية وحول إيقاف هذه الخلية. ما نعلمه هو أن هذه الخلية تزعمها قيادي مهم وبارز في تنظيم القاعدة، كان شارك في عمليات خارج تونس، ولها ارتباط بما يعرف بكتيبة عقبة بن نافع التي تنشط أساسا على الحدود الجزائرية التونسية في منطقة الكسرين، وبصفة أقل على جبال ورغة بين محافظة الكاف ومحافظة جندوبة. لكن المثير في الأمر هو أن لأول مرة يعود اسم القاعدة للبروز على الساحة التونسية من جديد بعد ضمور كتيبة عقبة بن نافع، خصوصا منذ سنة 2018. هذه الكتيبة عرفت ضربات متتالية قسمت ظهرها من قبل القوات الأمنية التونسية، كانت أولها باغتيال أو قتل قائدها خالد الشايب، من ثم قتل قائدها الثاني مراد الشايب وكلاهما جزائري الجنسية، ومن ثم قتل قائدها الثالث في سنة 2018 بلال عقبة وهو أيضا من جنسية جزائرية. المثير في الأمر أولا أن هذا القيادي على ما يبدو جنسيته تونسية، بينما نعرف أن أغلبية قيادات كتيبة عقبة بن نافع كانت أساسا جنسيتها الجزائرية، باستثناء طبعا القيادي الذي كان في قلب تأسيس هذه الكتيبة منذ سنة 2012، وهو مراد الغرسلي الذي كان يكنى بأبو براء التونسي، والذي اختلته أيضا أو قتلته القوات الأمنية التونسية في سنة 2015. عمليات كتيبة عقبة بن نافع في انحدار متواصل منذ سنة 2016، السنة الفارطة تقريبا لم نسجل أي عملية أعلنت كتيبة عقبة بن نافع مسؤوليتها عنها مباشرة. بالإضافة يعني إلى هذه النقطة التي ذكرت بأنه واضح أن هذه المجموعة توسع محليا يعني من عناصرها، بالرسائل التي يمكن الجهات الأمنية تريد أن ترسلها من خلال القبض على هذه الخلية، أن القبضة الأمنية يعني قوية جدا وحاضرة، ولكن هل يمكن أن يترجم ذلك بالسياسة أيضا؟ طبعا الرسالة التي تريد أن تبعثها القوات الأمنية التونسية أنه هناك عمل دؤوب ومتواصل في مكافحة الإرهاب، أنه هناك عمل لا يقتصر فقط على مكافحة الإرهاب في الجبال وأساسا جبال منطقة الكسرين، بل أيضا داخل المدن، أنه هناك عمل استخباراتي دؤوب ومعلوماتي دؤوب لملاحقة العناصر المصنفة إرهابية أو المجموعات المصنفة الإرهابية خاصة داخل المدن، أنه هناك
هناك طابع استباقي أيضا لعملياتها. نعرف جيدا أن عملية التي جرت في أكودة منذ أشهر في سنة 2020 كانت مست كثيرا من معنويات الأمن التونسي، لأنه ثبت أن هناك قدرة لدى مجموعات المصنفة الإرهابية أنها تضرب الأمن التونسي داخل المدن وداخل المناطق الحضرية. هذه المرة تريد القوات الأمنية أن تبعث برسالة بأن ما زلنا حاضرين بقوة، ما زلنا نمسك بزمام الأمور، قادرين على استباق كل ما يقوم به المجموعات والعناصر الإرهابية. أشكرك جزيلا من تونس السيد جهاد الحاج سالم، الباحث في علم الاجتماع والحركات.